بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفيني خلاص، مش هنقول بقى ايه انا مين ولا بتاع، ما انا كتبت لكم الاسم. هنتكلم عن التكنولوجيا الحديثه لتداول التداول وتصدير نباتات الزينه. طبعا نباتات الزينه دي بتبقى ايه؟ اي جزء او كل جزء من نبات او كل النبات بنستخدمه في عمليات التنسيق، سواء تنسيق داخلي داخل المنازل والبنايات او تنسيق خارجي على جوانب الطرقات والشوارع، في الميادين، في المتنزهات، في الأماكن العامة والخاصة. ده كله بنعمله من أجل خلق أو إنشاء بيئة جميلة نظيفة مريحة، والهدف الأساسي من زراعة نباتات الزينة هو الاستمتاع بجمال أوراقها وأشكال أو ألوان الأزهار بتاعتها وجمال أوراقها وأزهارها يعني. طبعا نباتات الزينة دي بتعتبر حاليا بتبقى صناعة او سلعة جميلة، والحياة بتاعتها او الفاز لايف بتاعتها بتبقى عامل حاسم في تحديد القيمة التنسيقية بتاعتها او التسويقية بتاعتها، نظرا لتداولها من المزرعة، من المزارع لتاجر التجزئة للمستهلك، او لو هنصدرها بره. فهذا كل ده بيستهلك او بيستغرق وقت او عده ايام، وكل ده بيبقى على اساس ان هو بيأثر على الايه، الجوده والقيمه الديكوريه بتاعه النبات نفسه، بيأثر على الفاز لايف بتاعته. فعشان كده عملوا تقنيات او معايير، عده معايير كده او تقنيات لمعاملات ما بعد الحصاد، بتبقى عدة نقط لازم بنعملها عشان نحافظ على جودة الأزهار دي أو جودة نباتات الزينة دي بعد ما خدها من المكان أو أقطفها، سواء بقى نبات أوسوس أو أوراق أو أزهار. بعمل المفروض الكم نقطة اللي احنا هنقول عليهم دول عشان نحافظ على الجودة أو الكواليتي بتاعتها لغاية لما وصلها يا إما للمستهلك يا إما هصدرها تصدير خارجي. فالعمليات دي ايه؟ اللي هي البري كولينج او التبريد المبدئي، البالسنج سوليوشن او اللي هو مع محلول الغمس السريع، ان انا بحط في محلول بيبقى تركيز سكر عالي وبيبقى فيه مواد ضد البكتيريا وضد الفطريات، بيتغمس بقى ايه من على حسب التركيز بتاع الماده، من ثواني اللي ممكن يوصل لربع ساعه، ممكن لساعه وهكذا. اختار برضو طريقه التخزين، في طرق تخزين عندي، تخزين رطب وتخزين جاف، وليه طرق تخزين هنتطرق اليها بعد كده. درجه الحراره المناسبه للتخزين، كل زهره وكل نبات بيبقى ليه درجه حراره معينه يتخزن عليها، ما ينفعش حاجه احطها على درجه يعني مش كل النباتات بتتحط على نفس درجه الحراره. يعني ممكن عندي القرنفل مثلا ممكن اخزنه على زيرو، على واحد، على اتنين. الورد ممكن ما ينفعش زيرو والكلام ده، ممكن من اتنين لاربعة. الجلاديول مثلا ما ينفعش لان هو سب تروبيكال، لازم يبقى ايه على درجة مثلا ممكن يبقى خمسة. الانتوريوم 13. فمش كل حاجة ليها يعني كل حاجة ليها درجة حرارة معينة يتخزن عليها. كمان من الحاجات المهمة مواد التعبئة، المواصفات معينة بيبقى ليه، الكراتين اللي انا هعبي فيها بيبقى ليها مواصفات معينة من حيث الجودة والمتانة بتاعتها. التغليف، مواد التغليف، عندي مواد تغليف كتيرة جدا، كل دي بيبقى ليه اهمية، لان انا لو انا حطيت الازهار مثلا على بعض كده في كرتونة من غير التغليف ده، او من غير ان انا اقسمها مثلا بنشاط او مثلا حاجات بالكيلو زي السرودابو والجبسوفلا، دي بعملها بتبقى بالوزن. لو انا حطيتها كده فوق بعض، ربطتها وحطيتها فوق بعض، الافرع بتاعتها هتتشابك وهاجي اشيلها بتقعد ايه، تتكسر وتبوظ معايا. فلازم الغلاف ده بيبقى ليه اهميه. الورد مثلا بجيب اللي هو الورق الكرتون اللي هو بيبقى فيه فراغات كده، بيبقى مضغوط، بلف الهيد بتاعت الورد بالورق ده عشان يعمل له حمايه، البتلات بتاعت الورد وكل الحاجات بقى كده. في حاجات بتتحط في سليفز اللي هي زي الكوم دي، اللي هي مثلا زي الجبسوفلا، بتبقى عامله زي المثلث كده وبنحط فيها
الجبسوفلا، السولودابو، الحاجات دي كلها. في مغلفات كتير هنقول عليها بعد كده. طبعا زي ما في محاليل غمسه او بلس للسوليوشن، في هولد للسوليوشن اللي هو محلول دائم انا بحط فيه مثلا سواء انا في البيت او وديت مثلا محل المفروض بيحط في المحاليل دي لغايه لما يبدا يسوى. ماشي كده. وفي طبعا